الاتحاد الوطني الكردستاني نقف بصلابة أمام محاولات سيد رئيس الوزراء نور المالكي على ما يتخذه من إجراءات بشأن الأزمة السياسية التي خلقتها إدارته. هذا الجزء وغيره من كلمة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني في مؤتمر المصالحة الوطنية في كركوك الأربعاء أثار حفيظة العرب الحاضرين للمؤتمر، ترجم بعد ذلك إلى انسحاب احتجاجا على ما اعتبره المنسحبون تهجما على رئيس الحكومة نور المالكي. رئيس الوزراء لا يجوز التهجم عليه في هذا المؤتمر، نقد أمور معينة لا بأس، أخطاء لا بأس، أما هجوم على الرجل غير جائز. بالمقابل رد من ألقى كلمة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على انسحاب العرب بأن ما جاء في الكلمة هو تعبير عن رفض الكرد لأي تحرك قال أنه قد يهدد التعايش السلمي في كركوك. كلمتي كان نحن الكرد نقف بصلابة أمام كل التحركات اللي يهر إلى يؤدي إلى الانشقاق بين الأخوة بين مكونات كركوك. إخواني الناس ما متعلمين ويا العقلية الديمقراطية، هاي المشكلة. لا الناس بشكل عام. أما من حضر للمؤتمر من ممثلية المصالحة الوطنية في كركوك فلا يبدو أن تصرف العرب قد راق لهم. هو إنسان هو حر ما نطق بهذا الكلام، بس هو الرجل لا طعن دولة رئيس وزراء ولا طعن أي شخص من الشخصيات المهمة، ولا يزال أكو حوار بأمر دولة رئيس وزراء على هذا المواضيع اللي هم نقشوا به. وبرغم عودة العرب إلى مؤتمر المصالحة في كركوك قبل فترة قليلة من اختتامه استجابة لمحاولات قام بها ممثلو التركمان لإقناع المنسحبين بالعودة، إلا أن ذلك قد لا يعطي مبررا لوصف المؤتمر بالناجح من قبل القائمين عليه.